بابا رشوان كتب الحاجات بسماحة نفسه، وكان في تراضي بينكم. اول ما حصلت المشكله ما حصلش، يعني هم راحوا على المحكمه على طول، ما حصلش مثلا ان هم جم اتكلموا معاه، يعني ده راجل كاتب حاجته، يعني هو حاجته كاتبها، فيعني اختك ما جاتش اتكلمت معاه قالت له يا بابا طب ليه، لا احنا طب ايه اللي بعتولنا، حصل؟ لا اتبعت انذارات على طول، على طول من اول ما بنفتح الباب انذار ما جاتش ناقشته ولا لا جوزها ولا لا ابنها ولا حد، طب انت ما اتكلمتيش حاولت معاها هو اكلمها مره ما ردتش. بعد الانذارات. فحضرتك اخر مره كلمتيها امتى؟ لا مش فاكره، مفيش كلام بينا كتير. من فتره يعني، مفيش كلام بينا من كتير. قبل القضايا دي؟ ايوه يعني انتوا في يعني بينكم في تباعد شويه. قبل حتى الكلام عن ال أيوة، في تباعد. يعني معلش اسمحي لي، رغم انه استاذ رشوان يعني الواحد يتهيأ له انه لازم اللي حواليه يبقوا بيضموا عليه وبيحبوه وبيحبوا بعض وعلاقتهم مع بعض، يعني انا يعني يمكن السؤال ده اسمحي لي كتير برضو من المشاهدين هيستغربوا ليه ليه. لا ابدا، لا غرب ولا حاجه. شوفي عايزه اقول لك حاجه، في انسان بيوزع الحب بالتساوي بين الناس، يعني انا يعني مثلا انا قمت بمسؤولياتي تجاه الجميع، ان كان اب وام وزوج وابناء ولكن من كان يحتاجني اكتر كنت اروح له. يعني انا ابي وامي تقدم بيهم السن، وكنت عارفه ومتاكده ان في ليله في وقت متاخر حد هيطلبني يقول لي الحقيني ابوكي وقع او امك وقعت. وحدث ليله 1 اكتوبر 2015، لقيت ابويا بيقول لي امك مش عارفه حد. جريت، كان حتى عندي شغل الصبح على الهوا، يعني كان يوم خميس، جريت لقيت امي فعلا مش عارفه حد، وامي ما كانش عندها سكر وانا ما كنتش عمري شفت قيمه حبيبتي السكر ابدا. والحقيقه كي لا اطيل على الساده المشاهدين، يعني عايزه اقول لك نقلناها بالاسعاف مصر الدولي وظبطوا لها السكر، نامت. انا نمت 3 ساعات بالظبط، ورحت عملت الحلقه على الهوا ورجعت، ما رجعتش بيتي. يعني كلمت شريف وقتها قلت ده في له 2015. 1 اكتوبر، يعني صباح بقى 2 اكتوبر، عملت الحلقه امراه عصريه، قلت له هدومي تجيلي. والبنت الكبيره اتخرجت واشتغلت بين البنتين 12 سنه، شغلها في المعادي، تانية كانت داخله اولى اعدادي حبيبتي. ورحت مقابله، كرمني السيد وزير التعليم، كانت الدراسه بدات من اسبوع ونقلتها مدرسه هنا في الزمالك. نقلت حياتك هنا تماما. وقتها الكل قال لي، انا مش دعوه بقى في راي الناس، يعني الزوج ومش عارفه ايه، وقلت لهم جوزي في ستات كتيره ممكن يتجوزها لكن هم مالهمش غيري. فاهمه قصدي ايه؟ تقدم السن، الست تعبانه وراجل 82 سنه، ولو تشوفي في اللحظات اللي انا توجدت ممكن تجدي حاجات بسيطه بتحصل، لو ما كنتش موجوده كانت تبقى غرقه، يعني فاهمه؟ طبعا. وحتى ما احبش اسيبهم مع شغالين. ليه بشاور ده؟ مش بمدح في نفسي يا سيدتي الفاضله، ولكن اقول ان في الحب ساعات في مشكله في توزيع، ويعني في حد في بيحس حب ما بمسؤولية. بيوزعش الحب بالتعادل، يعني ممكن اكون اديت هنا 50% والباقي 50% الناحيه الثانيه، في ناس تحب 100% حته واحده، فمن الممكن أن ينتج عن ذلك الانصراف عن الآخرين فيحدث التباعد. زي ما بيبقوا اخوات في السجن، واحد اتجوزت وخلفت، عندكم مدارس، عندكم عيال، عندكم بتاع، فبتبعده. يعني ايه؟ على فكرة انا لا اتهم احد بحاجة، اعز صديقاتي واصدقائي اللي يعرفوا ادق تفصيل حياتي، والله ما بنتكلم غير كل كام شهر مرة، وممكن نتقابل في السنة مرتين رغم ان احنا كده. فاهمه قصدي ايه؟ فلا يعني ايه، ما الظروف الحياتيه ما فيش بقى مساء الخير طب عاملين ايه النهارده. لا ما يعني في الفترة دي حضرتك يعني من ساعتها قعدتي توليتي، يعني طبعا الحاجة ربنا يرحمها كانت فترة يعني، وبرضو الأستاذ انا بقى رشوان ست كان سنين ده ما خرجتش، يعني انا بخرج يوم الجمعة بعمل شغلي، بخرج افسح بنتي اللي بتجيلي في الويك اند، تبات عندي. لكن طول
طول الاسبوع انا قاعده في البيت، ما دام ما فيش حاجه ما بخرجش. من هنا جه التباعد بينك وبين اختك يعني؟ يعني يمكن والله ما اعرفش ليه، ما يعني ما اعرفش ما اعرفش، ما سالتش، ما اعتبرينا احنا الاثنين مقصرين، اعتبرينا كده يعني. طيب بعد، لكن ما كانتش خصومه، مش متخاصمين يعني. عشان كده ما كانش، ما حصلش بعد المشكله الاخيره دي، ما حصلش ان انتوا تقارب، او ان هي مثلا ساعات انا يحصل مشكله بيني او سوء فهم بيني وبين والدي فدخل اختي تصفي لا الامور، بدخل او ادخل يعني لو انا والحاج داس عليا جامد، شريفه الحقيني يا شريفه، اقصد هي يعني، بس مش عشان اختي وحشه، هقول لك ليه. لان شريفه مرات توفيق الله يرحمه ليها دلال غير عادي على الوالد. انت فاهمه قصدي ايه؟ طبعا. يعني ايه؟ ما اتجوزتش، قعدت تربي البنت، وانا اللي كنت اقول لها اتجوزي، وكان يتقدم لي انا عرسان ليها، يا حبيبتي اتجوزي يا حبيبتي، ودادي كان يقول لي اشهد لها على عقدها، وقفت البنت على رجلها مش عارف ايه، وشريفة على طول تسأل عليه وتجيب له اللي يحبه ومش عارفة ايه وحاجات كده يعني. حتى مرة في الستات ما عرفوش يكذبوا، مفيدة بتقول له أميمة على حفيدته عوضتك، قال لها لأ، شريفة اللي عوضتني عن غياب توفيق. فأنا ما يحصل حاجة مين اللي دلال أجيب، مش عشان آية فيها حاجة، عشان شريفة أصل آية بنته برضو ممكن يدوس عليها، اصل حاجه رشوان يعني، الطيب ده ما اقولكيش يعني قتل وقت اللزوم. لكن هي ما وسطتش حد بين يعني، ما وسطتش حد يعني. يعني انا فكره ان الوصول الامور للمحكمه صعبه يعني، صعبه جدا يعني، صعبه على الابن وصعبه على الاب وصعبه على كل الاطراف يعني. بصي يعني ما وسطتش حد، ما قالتش لحد يتكلم، او ما حدش دخل يتوسط او كده، انذارات بس. ما 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 وبعد بعد ما حصل يعني، يمكن حتى يعني البعض تخيل انه بعد الناس طبعا في راي عام كان ضد القصه يعني، ضد قصه ان حد يرفع، اي حد بقى يرفع قضيه على استاذ رشوان بمحبته اللي في القلوب وكده. فيمكن حصل يعني، الناس يمكن توقعت ان بعد حلقه استاذ عمرو، بعد ظهور بابا رشوان يعني بهذا الشكل الحزين، اكيد لازم هتتواصل معاه، او اكيد هتحاول تقرب. او هو مش عايز حاجه، ولا همه فلوس، ولا همه قضايا، هو عايز بنته، وانا بقول الحق وانا بقول كده، قلت له عايز بنته في حضنه، ارجعي لحضن ابوك يا ايه، انا بقولها هنا تاني، هو مش عايز غير بنته، اقسم بالله العلي العظيم مسامح في كل حاجه الحاج رشوان، احلف لك بايه، مسامح بس عايز بنته في حضنه، والله يا جماعه والله ما عايز غير بنته في حضنه. حضرتك شايفه ان بنته ترجع في حضنه ازاي؟ لطف الله.